السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنقول كل كلمات كي جي تو، كل الكلمات نطقها الصحيح كامل، كل كلمات منهج كي جي تو. يعني مش فاهم هنعمل إيه، كل الكلمات اللي موجودة في منهج كي جي تو إن شاء الله بإذن الله تعالى هنقولها كلها دلوقتي حالا بالنطق الصحيح بتاعها، عشان لو ابني محتاج يحفظ الكلمات دي جنب الفونكس يبقى انا عارف النطق الصحيح واخليه ينطق كويس جدا 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 مع الفونكس. تعالوا نشوف الكلمات دي نطقها الصحيح. اظهر لكم بس هنا عشان الاولاد يعني مركزين. طيب تعالوا نشوف النطق الصح للكلمات دي. تاني يا جماعة، ده منهج كي جي 2 الترم الأول كامل، كل الكلمات اللي موجودة في منهج كونكت بالفلاش كاردز بتاعتها عشان نسهل عليها. طبعا دي الشخصيات اللي معانا. أول حاجة عندي آدم اللي هو الولد اللي موجود معانا في الكتاب، الشخصيات كاركترز. تاني شخصية معانا هي ده آدم أهو. هنقول الكلمات كلها كاملة بنطقها الصحيح لو أنا عايز أحفظ ابني شفوي جنب الفونكس. طب دينا، ومعانا دينا كمان، ومعانا ليلى. دي شخصيات الكتاب. ده الترم الاول كامل يا جماعه، الكلمات كامله نطقها صحيح. ومعانا يوسف، ومعانا طبعا بيزي بي النحله الشقيه اللي معانا في الترم في كل السنين المنهج الجديد. تعالوا ننطق الكلمات بقى الفلاش كاردز. كلمه اول كلمه معانا كلمه كلايم، يعني تسلق. كلايم climb، البي هنا سايلنت. ليه؟ علشان عندنا بيقول لي when the letter B comes after the letter M at the end of the word we don't pronounce the letter B. لما حرف البي يجي ورا الام في نهاية الكلمة ما ننطقش حرف البي، فبقول climb climb. طبعا ده كله أخدناه في كورس الفونكس، يعني يتسلق زي ما أنت شايف. climb يعني يتسلق، بيطلع أي حاجة. تاني كلمة معايا كلمة hop بفتح الاو كده، ما اقولش هوب، احنا بنتكلم امريكان اكسنت مش بريطاني. هوب هوب هوب، ما اقولش هوب، لا هوب. افتح بقي كده زي كلمه باك بوكس. هوب يعني هوب، يعني واحد بنط بس على قدم واحده، زي ما انت شايف في صوره البنت كده يقفز على قدم واحده، دي معناها ايه؟ هوب هوب. بعد كده معانا كلمه جامب، جامب jump. خد بالك الجي بنطقها ج ج ج، تبقى اسمها jump jump، ما اقولش jump، لا jump يعني يقفز على قدم واحدة. يعني يقفز عادي، ينط شورت يو هنا البي تقيلة ورا الام بنطق البي عادي، لكن هناك البي خفيفة بنطقش البي. jump ج ج، زي ما انت شايف بنط برجلي اتنين، لكن الاولانيه اسمها هوب. بعد كده كيك شورت اي كا اك كيك، يعني يركل الكره برجله، بشوت برجله مش بايده. كيك ك اك، عشان كده بقول لازم الطفل يدرس فونكس. اه 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 كيك كا اك كيك 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 شورت اي، بشوت الكره برجله زي ما انت شايف كده. بعد كده ران، يجري يعني run. خد بالك ما نقولش run، اسمها run 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 short u run، ما بقولش run. طبعا النطق مهم جدا 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 في التأسيس. skip 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 short i، الاس مع الكيد اسمها blends، حرفين ساكنين مع بعض اسمها ska، ما بقولش sick. skip 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 skip، بتقيلة طبعا شورت اي. skip برضو معناها ينط الحبل، يبقى معانا hop يقفز على قدم واحدة، jump يقفز برجليه اتنين. عندي كلمة hop يعني يقفز، كلمة انا قلت ايه؟ نسيت. skip يعني ينط الحبل، كلهم معناهم ينط لكن كل واحدة لها استخدام.
بعد كده ايت ياكل ايت الاي اي بتعمل لونج اي ايت ايت لونج اي الاي اي بتعمل لونج اي ايت احنا عندنا 7 حالات اللونج اي منها الاي اي الاي بلس اي ميكس ساوند اي تبقى ايت ايت طبعا ايت يعني ياكل بعد كده عندي كلمه الدرام شورت يو درا درام الدي مع الار دايما بنطقها كده درا 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 ما اقولش درا 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 وشورت يو درام 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 يعني طبله طبعا بعد كده عندي كلمه جيتار جيتار حد هيقول لي هنا حرف اليو لا بننطقه اه ولا يو باسمه ليه لان جي ورا اليو بنطقش اليو خالص ج ج الجي وبعدين الاي ج جيتار والاي مع الار بتعمل ار جيتار طبعا معروف الجيتار بعد كده عندي كلمه بيانو لونج او في الاخر بيانو والاي مع الاي بتعمل يا بيانو 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 يعني البيانو بيانو بيانو يعني بيانو بعد كده عندي كلمة فلوت فلوت فلا اوت فلوت اليو ساكن ايه احنا قلنا اللونج يو ليه صوتين بنطقه او وبنطقه يو طبعا الكلام ده كله لو الطفل مش واخده بيبقى صعب جدا عليه ان هو يحفظ عن طريق الفونكس بيحفظ الكلمه خلاص اف ال يو تي اي ويجي بعد كده ينساها لكن هو اللي عنده قاعده كلمه اليو ساكن اي بنطق او طب منين جت يو ومنين جت او احنا عندنا في عندنا امريكان قديم وامريكان او انجلش قديم وانجلش جديد الانجلش القديم كان اليو بنطقها كده او والانجلش الجديد بينطق اليو يو باسمها لكن الصوتين موجودين عندي في اللغه الانجليزيه ودي الحاله منهم يو ساكن اي بنطقها او فلو فلوت يعني الآلة دي بعد كده عندي كلمة مثلث يعني تريانجل تراي انجل كلمة انجل معناها زاوية كلمة تراي معناها ثلاثة ثلاث زوايا تريانجل والتي مع الأربعة انتهى ترا تريانجل تريانجل طبعا يعني مثلث أو الآلة المثلثة بتاعت الموسيقى حمام يعني باثروم باثروم بلاش باثروم باث سوري باثروم حمام يعني bathroom حمام يعني bathroom 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 التي اتش كلمة bath معناها بانيو كلمة room معناها أوضة اللي فيها البانيو اسمها حمام يعني bathroom طيب بعد كده أهو زي ما أنت شايف حمام كلمة أوضة النوم bedroom bedroom سرير يعني bed وغرفة room bedroom شورت إيه bed room bedroom يعني اوضه النوم بعد كده عندي كلمه حديقه يعني garden الجي ال اي مع الار بتعمل ار جار garden وشورت اي garden garden يعني حديقه طب ايه الفرق بين كلمه garden كلمه park كلمه garden يعني حديقه البيت خاصه بيا انا واولادي وبيتي محدش ليه علاقه بيها لكن كلمه park معناها حديقه عامه اي حد يقدر يقعد فيها بتاعت الدوله كلمة منزل يعني house كلمة منزل يعني house كلمة منزل يعني house house كلمة منزل يعني house ها house الاو يو بنطقها او هاو house وافتح بقي كده ما اقولش house house يعني منزل طيب ايه الفرق بين كلمة house وكلمة home house منزل وهوم يعني منزل طب ايه الفرق بين الاثنين كلمة هوم معناها البيت اللي أنا قاعد فيه، ساكن فيه، بحس فيه بالألفة والراحة وبروح وأنام فيه، ده أقول عليه هوم، زي شقتي مثلاً. طب كلمة هاوس، كلمة هاوس تطلق على أي مكان شقة ليك سواء مأجرها، سواء لسه بنيها، لو عامل حتى الأسم بتاعها، بس مش ساكن فيها، أنت شقة وخلاص. شقة ليك شقة مثلاً في مكان تاني، لكن مش قاعد فيها، مش الموطن بتاعك. بقول عليه هاوس حتى لو لسه بيتبني لو اعمده بس بقول عليه هاوس لكن هوم ده المكان اللي بحس فيه بين بالالفه واللي انا عايش فيه طبعا طيب كلمه كيتشن مطبخ كيت شورت اي شن كيتشن طبعا عندنا السي اتش منطقه شه لكن هنا قبلها حرف التي فما ينفعش انطق حرف التي مرتين بقول كيتشن 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 شورت اي كيتشن كيتشن وشورت اي يعني مطبخ طيب بعد كده اوضه المعيشه اسمها living room
living room. living room ما اقولش living room، لا الجي هنا بعمل لها ادغام living. living room طبعا اوضه المعيشه معروفه طبعا، سهله جدا جدا. بعد كده النوبه يعني نوبيا، والدرس كلمه النوبه ديت موجوده عندك في كي جي 2 واولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، لان درس مهم جدا جدا عن التراث المصري. نوبيا مكان النوبه. كايرو المحافظات، مصر دي احفظها بس كده شفوي ما تحملهاش. الكسندريه، الكسندريه بنرمز لها بنقول عليها اليكس، الكسندريه يعني اسكندريه عروس البحر الاسود. جيت اب، جيت اب او جيت اب يعني استيقظ. جيت اب، جيت اب شورت ايه، جيت اب والتي هنا جاي من تو فاولز انتهى دي. جيت اب، جيت اب يعني جيت اب يعني استيقظ. طب ايه الفرق بين جيت اب ووك اب او ويك اب؟ ايه الفرق بين استيقظ ويك اب وجيت اب يستيقظ؟ كلمه ويك اب معناها يستيقظ بس لسه في سريره، صحي زي الولد ده كده، صحي ولسه ايه عمال يبص احنا امتى دلوقتي بالليل بالنهار اتاخرت لسه على السرير. لكن كلمه جيت اب معناها ينهض خلاص، قام من على السرير ومشي وراح يغسل وشه ويصلي. ده الفرق بين الاثنين، جيت اب وويك اب. طيب كلمه هاف ا بريكفاست، كلمه بريكفاست يعني فطار، بتيجي معاها كلمه هاف هنا معناها يتناول مش معناها لديه. هاف ا بريكفاست يعني يتناول الافطار. بعد كده عندي go to school. go to school يعني يذهب إلى المدرسة. go to school. بعد كده عندي كلمة have lunch يعني يتناول وجبة الغداء. lunch خد بالك lunch مش معناها الغداء بعينه، معناها الوجبة الرئيسية في اليوم. إيه هي الوجبة الرئيسية في اليوم؟ الوجبة الرئيسية في اليوم اللي هي بناكل فيها بيكون فيها فراخ، لحمة، سمك، أيا كان اللي هي الوجبة الأساسية. في ناس بتاكلها الظهر، ناس بتاكلها العصر، ناس بتاكلها بالليل، تمام؟ دي نقول عليها لانش، مش شرط يا اما بالليل الظهر، مفيش حد هيقوم الصبح يعمل فراخ ويفطر بيها، يا اما الظهر يا اما بالليل. هاف لانش، الاجانب بيستخدموها كده. بلاي وذ فريندز، بلاي يلعب وذ مع فريندز، ادي هنا سايلنت في الامريكان اكسنت. بلاي وذ فريندز، بلاي وذ فريندز يعني يلعب مع الاصدقاء. بعد كده عندي كلمه هاف دينر، هاف دينر، كلمه دينر هنا معناها العشاء. هاف دينر بيتعشى الراجل. بعد كده جو تو بيد، جو تو بيد رايح خلاص اليوم خلص هيروح ينام في السرير. جو تو بيد، جو تو بيد بعد كده يذهب النوم يعني. داي يعني يوم، لونج اي، الاي واي بتعمل لونج اي. داي، داي يعني يوم. نايت دي اجزاء النهار، نايت الاي جي اتش بتعمل لونج اي، نايت نايت طبعا خدناها في كورس الفونكس. ليل يعني نايت. بعد كده وان يعني واحد، وان بنطقها كده وان مش وان، في حاجه اسمها وان. وان تو، تو ثري، ثري ثري فور، فور five six seven بلاش نقول seven eight ال e i g h بتعمل لونج اي. eight ال E I G H احنا عندنا 26 حرف في اللغة الإنجليزية بيعملوا 44 صوت، وملناش علاقة في الفونكس أو الصوتيات بعدد الحروف، ماليش علاقة. أنا عندي حرف 2 3 4 5 إيه كم صوت طالع؟ 8 2 بس اللي طالعين، أنا ماليش علاقة بكم حرف. ال E I G H كلها بننطقها حرف واحد A 8. الناس اللي داخلة معانا دلوقتي حالا دي كلمات منهج ال كي جي 2 الترم الأول كاملة. بعد كده ناين لونج اي، ما اي ناين والاي سايلنت في الاخر، اي كونسونانت اي. ناين تن افتح بقك لفوق، تن ما تقولش تن، تن 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 كده كلمات كي جي 2 منهج الترم الاول كامل. طب انا تنصح بايه يا مستر؟ انصحك ونصيحه لوجه الله ما تشتغلش منهج، احفظ الكلمات دي شفوي، لكن اهتم 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 ان انت تدرس فونكس وصوتيات وتتعلم قراءه وكتابه واملاء صح. ازاي ومع مين؟ ده مش موضوعي، موضوعي ان انت تتعلم صوتيات،
اياك ثم اياك تجيب الكتاب وتذاكر لابنك كلماته بس، وتقول انا كده ذاكرت منهج اولى او منهج كي جي. مستحيل، انت كده مش بتاسس، انت كده بتعدي، انت كده سوري في اللفظ بنسلق بيض، يعني ايه بنكروت. امال ايه صح؟ اشتغل تاسيس ما تشتغلش منهج. طب الكلمات دي عايز تحفظه كلمات شفوي مفيش مشكله، لكن لازم فونكس، الكلمات فيها اي اي جي اتش واي 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 ساكن اي، هو ما خدش الحاجات دي هيعرف يقرا ازاي؟ فنصيحه لوجه الله، لازم تشتغلوا صوتيات مع اولادكم باي طريقه، استغل كي جي 1 وكي جي 2 واسسه، وبعد كده في اولى الكلمات دي كلها تتعاد تاني والمنهج بيتعاد تاني. الصح اشتغل معاه تاسيس، والكلمات عايز تحفظها له بعد كده يبقى حفظها له. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.